السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنتعرض لحلقة جديدة من حلقات المعلوماتية الحيوية. النهاردة هنبدأ بكيف يمكنك البدء في قاعدة بيانات الـ NCBI، وكيف يمكنك البحث فيها وإنك تبدأ في بحث جديد أو في موضوع جديد، ومن أين نبدأ. بمنتهى البساطة طبعا، لما دخلت على كلمة جوجل وكتبت NCBI أو National Center for Biotechnology Information، بمجرد ضغط عنها هجد تظهر قدامك المركز الوطني لمعلومات التقاد الحيوية اللي هما يسمى National Center for Biotechnology Information. لو بصيت كده تحت كلمة هذه الكلمة هلاقي مجموعة كبيرة من قواعد البيانات اللي موجودة فيه، موجودة الباب ميد أو مثلا بروتين أو النيوكليوتايد، دي كلها قواعد بيانات مختلفة ومتخصصة تحت هذا المركز الكبير اللي بيعتبر نوع من أنواع المصادر الضخمة جدا للمعلومات في البيوتكنولوجي. بمجرد ما ندوس على الاسم الرئيسي اللي هو National Center for Biotechnology Information، هتظهر لي الصفحة الرئيسية وهو الانترفيس الخاص بي. طبعا هنبدأ منين؟ يا ترى لو عندي موضوع أبدأ من أنهي قاعدة وأبدأ إزاي؟ لو دخلت على القائمة المنسدلة اللي هو مكتوب All Databases، هلاقي مجموعة ضخمة جدا من قواعد البيانات. فانا بدور على مصطلح معين وعايز ادور عليه وابحث عنه في قواعد البيانات المختلفه، هروح دايس هذا المصطلح، وليكن هذا المصطلح هو هيت شوك بروتين 70 اللي هو HSP 70 مثلا او غيره من المصطلحات. مجرد ان اضغط على ذلك فاني هوصل لمجموعه ضخمه من قواعد البيانات، كل قاعده بيانات فيها موضوعات مختلفه عن هذا المصطلح ومرتبط بمجموعه كبيره من الايتيمز اللي احنا ممكن نجدها. فمثلا في مجموعه خاصه بالابحاث اللي هو literature، تحت كلمه literature هبص الاقي مجموعه من قواعد بيانات اللي فيها المصطلحات او الكتب او الابحاث المنشوره في هذا المرتبطه بهذا المصطلح اللي هو heat shock protein 70. genes دي قواعد بيانات الخاصه بالجينات وما هو يتعلق بها تحت heat shock protein 70. البروتينز طبعا في مجموعة الايتيمز او قواعد البيانات او داتابيز المرتبطة بمصطلح هيت شوك بروتين 70 ده تحت الكاتيجوري بتاع بروتينز. وطبعا جينومز نفس الكلام، قواعد بيانات تحت كلمة جينومز او الجينومات برضو ما يتعلق بهيت شوك بروتين 70. وجينيتكس ما يتعلق بالوراثة وقواعد البيانات الوراثية المختلفة اللي تحت كلمة اللي مرتبطة بكلمة هيت شوك بروتين 70 تحت جينيتكس. أو كيميكالز المواد الكيماوية المرتبطة بالهيت شوك بروتين 70 في قواعد البيانات الكيماوية المختلفة تحت هيت شوك بروتين 70. طب نبدأ منين؟ ممكن نبدأ طبعا بالأبحاث، وبالتالي أنا عايز أقرأ بحث أو اثنين أو ثلاثة عن الموضوع بحيث إن أنا أجمع أفهم الفكرة إيه هو الهيت شوك بروتين 70 وإيه المطلوب فيه أو كيف يعمل هذا البروتين، بحيث شيء نقراه قبل ما نبدأ الشغل فيه. أول ما بدوس على هيت شوك بروتين 70 بلاقي بيوصل عندي عدد الأبحاث اللي ظهرت إلى 24,000 بحث 494. طبعا رقم ضخم جدا، وبالتالي لازم أعمل له عملية تقليل، يعني مش هقدر أقرأ ده كله، وبالتالي عايز أوصل فقط لمجموعة أبحاث اللي أنا مهتم بيها في الريسيرش بتاعي. فيا ترى نبدأ إزاي؟ نبدأ بمنتهى البساطة بمجموعة الفلاتر الموجودة ناحية الشمال دي. فانا اول حاجه لما بقرا في موضوع لازم ابدا ان انا اختار ريفيو ارتكلز، يعني ريفيو ارتكلز للابحاث اللي بتجيب ما سبق، للابحاث المرجعيه اللي بتجيب ما سبق. فلو دوست كلمه ريفيو عشان اشوف يا ترى ال 24000 بحث دول هيوصلوا لكام، بختار ريفيو فقط لان دي الابحاث اللي بتجمع الابحاث السابقه. فلقيت ان الريفيو ارتكلز بيوصلت عندي الى 1530، فبالتالي العدد عمل دروب عندي او تناقص من 24000 الى 1530 بحث. طب يا ترى هل كل الريفيو ارتكلز انا عايزها اللي موجوده في السيرش دوت؟ لا، انا فقط محتاج الفري فول تكست، يعني الابحاث اللي موجوده كامله عشان اقراها. فمجرد ما ادوس على فلتر فري فول تكست العدد تناقص من 1500 الى 515. بالتالي لما اخترت التو فلترز دول او الفلترين دولت تناقص العدد من 24000 بحث الى 515 بحث. وبمزيد من الفلاتر لو ضغطت على اخر خمس سنوات فقط وضغطنا عليها سيكون هنختار هنوصل الى 197 فقط، 197 بحث فقط. وبالتالي ال 197 بحث دول بيشملوا فري فول تكست يعني بحث ابحاث كامله، وبالتالي وايضا ريفيو ارتكل يعني من نوعيه الابحاث التي تشمل الابحاث المرجعيه السابقه ليها.
دوت كده وصلنا إلى 3 فلاتر بس، فنزلنا من 24,000 بحث إلى 197 بحث. ولكن كمان أنا عندي ممكن أضيف فلتر آخر، وهو يا ترى أنا عايز أشتغل على أنهي كائن؟ هل أشتغل على الأرابيدوبس التليانة؟ هل الكانس لوبس؟ هل السولانم؟ أو في عندي 126 جين ريكورد مختلفين، وهل أنا محتاج في الهيومن، في الإنسان أو غيره من الكائنات؟ لو اخترت مثلا الهيومن بس، لو أنا عايز أجيب الأبحاث اللي على الإنسان بس، نزلت إلى 117 بحث، يبقى من 24,000 بحث إلى 117 بحث ريفيو أرتكل فري فول تكست في آخر 5 سنوات وعلى الإنسان. ممكن هل ممكن أحدد أكثر من ذلك؟ ممكن أحدد يا ترى الأبحاث أنت عايزها في الميل ولا في الميل، في الفيميل يعني في الذكر ولا في الأنثى. وبالتالي لو أنا ضغطت على كلمة ميل مثلا، إن أنا عايز الأبحاث الفري فول تكست المشهورة في ال5 سنوات في الإنسان على الذكور الإنسان، هبص ألاقي إن العدد تناقص عندي إلى 5 أبحاث فقط، يبقى من 24,000 بحث إلى 5 أبحاث فقط اللي فيها الموضوع اللي أنا عايز أعمل عنه البحث. وبالتالي عندي ريفيو أرتكلز ممكن أقرأ ما تم في خلال ال5 سنوات السابقة في هذا الموضوع. هل عندي ممكن أضيف فلاتر أخرى؟ طبعا لو أنا دوست على Show Additional Filters هتظهر عندي قائمة أخرى من الفلاتر ممكن أضيفها حسب الاحتياج إليها، بمجرد بختار وليكن مثلا Ages، أختار الفلتر اللي أنا عايزه ثم أضغط عليه وأبدأ إن أنا أستخدمه أو لا أستخدمه. عندي Journal Category، عندي Language ممكن أحدد اللغة وهكذا، مجموعة كبيرة من أخرى من الفلاتر ممكن أضيفها. بس أنا شايف إن أنا ال5 فلاتر السابقين دولت نزلت من 24,000 إلى 5 items فقط، وبالتالي تناقص قدرت إن أنا أحدد وأوصل ل5 أبحاث أقدر أبدأ بيهم وأشوف ما تم في الدراسات السابقة. وأنا ننصح إن الناس تبدأ بالقراءة عن موضوع الجين أو البروتين اللي هم محتاجينه قبل البدء في البحث. وبإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سوف نكمل مجموعة أخرى من الطرق التي يمكننا أن نبحث فيها ونستخدم ما يسمى بالأدفانسد سيرش أو البحث المتقدم اللي يخلينا نوصل بالنتائج أفضل في البحث. وبإذن الله تعالى نسألكم الدعاء والاشتراك في القناة، وبإذن الله تعالى في الحلقات القادمة سوف نجاوب على تساؤلات أكثر وأكثر من المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله